بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان دستور. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الخامس عشر بمجموع الأشواط وثالث أشواط الإنتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والشعارات الباحثة عن نواميس هذا الشوط، خصصا للبكار. مباشرة نتقدم مع هذه الأسماء المنطلقة والمتقدمة. أتقدم مع المركز الأول مهمة، حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان ينطلق على المركز الأول. مشكور القادم على المركز الثاني، سيب بن سعيد بن محمد بن غفين النعيمي قادم على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث الشايب محمد بن عبد الله بن سيف الشافعي الخلاوي القادم على المركز الثالث. دخول من التزام محمد بن ناصر بن حمود العويسي القادم يتقدم من السنين بالسلطنة. المركز الخامس، نتابع المركز الخامس القادم. المركز الخامس، هذه مذيار سعيد بن محمد بن مبارك المهيري قادم على المركز الخامس. سادس المراكز، براك محمد بن حمد بن مصرح بن جمهور الاحبابي يتقدم مع براك الظبي. سلطان بن مطر بن شمي الكتبي ينطلق على المركز السابع. ثامن المراكز، هذه نفحه القادمه، ابراهيم بن عبد الله القمزي يتقدم مع نفحه في هذه الانطلاقات. المركز التاسع، المركز التاسع منه علي بن مسفر بن علي الخيلي قادم. والمركز العاشر زاخر غدير بن محمد بن هندي المهيري قادم مع انطلاقة زاخر على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة، ولكن أسماء قادمة، شعارات قادمة بالإنتاج الفاخر لهذه الشعارات في عالم الأصايل. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. مهمة على المركز الأول، حملت مهمة هذا الشوط، ولكن التغيير من الشايبة اللي غيرته محمد بن عبد الله بن سيف الشافعي الخلاوي يتقدم بإنتاج الفاخر مع الشايبة على المركز الأول. منو القادمة؟ منو؟ علي بن مسفر الخيلي. الرماح قادمين مقدمين منو في هذه الانطلاقات. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت على المركز الثالث يا ابو حمد، هذه القادمه الظبي سلطان بن مطر بن شمي الكتبي. المركز الرابع، سمحه محمد بن الغبشي الكتبي، اول ندى لشعار بالغبشي بالهندي وزاخر غدير بن محمد بن هندي المهيري. ال 800 متر الاخيره، نهب القادمه، دكتور الاصايل يقدم شيء من الاصايل في عالم الاصايل. واهل العوير محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي، وصلت العزوم سعيد بن سيف بن شوطه الخيلي، هذا اللي يبغي شوطه. لكن قادم سعد بن عامر بن سعد الرفاده، قادم الرفاده في هذه اللحظات مع قانون هذه قانون ولا يا ابو حمد؟ الشايبه الشافع الخلاوي وبالغمشي والقادم لفيده. معركة ثنائية، فنون قنوف وسمحة بالغبشية والشايبة مع الخلاوية. لكن سمحة أهالي مدينة العين، محمد بالغبشي بن محمد الكتبي، أول المراكز على أول الأسماء يقدم سمحة إلى مدينة العين. السلام إلى راعي سمحة، إلى راعي الحذر محمد بالغبشي بن محمد الكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. صار شعار الفيده على المركز الثاني، الثالث شعار الخلاوي، المركز الرابع المايديه الهادف بن حمد بن عصان المنصوري، والمركز الخامس هذه التزام لمحمد بن ناصر بن حمود العويسي. هكذا هي النتيجه، هكذا النتيجه للخمسه المراكز الاولى بقياده بالغبشيه. الكتبي قادم من مدينه العين والظاهر تحتفل بهذا الانتصار لسمحه
محمد بن غبشي بن محمد الكتبي 4:31 تسع اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني قنوف لسعد بن عامر بن سعد لفهيد المري 4:32 جزئين من الثانية. المركز الثالث الشايبة اللي وصلتنا لمحمد بن عبد الله بن سيف الشافع الخلاوي 4:33. نتابع التوقيت الشايبة على المركز الثالث وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.